في أي تنسيق لا مع حزب الله ولا مع الجيش السوري. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل وفي العناوين. الجيش يحرر نقاطا استراتيجية بينها رأس الكف ويخسر شهيدا خلال تفكيكه عبوة ناسفة. إن الإنجاز الذي يكتبه الجيش اللبناني بدماء أبطاله هو أغلى الإنجازات علينا جميعا. مجلس النواب يناقش سياسة الحكومة والحرير يعرض لما تم إنجازه متعهدا بالمزيد. القوات العراقية المشتركة تقتحم مركز قضاء تلعفر ووزير الدفاع الأمريكي يؤكد من بغداد أن أيام داعش معدودة. وفي النشرة تتابعونا في الاقتصاد. عشرة مصارف في لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم. وفي الرياضة ميسي قد ينتقل إلى مانشستر سيتي مجاناً. إنجاز تلو الإنجاز يسطره أبطال الجيش اللبناني في اليوم الرابع من معركة فجر الجرود الذين تمكنوا من السيطرة على مناطق استراتيجية عدة بينها رأس الكف في جرود رأس بعلبك القاع. الجيش بدأ فجرا المرحلة الثالثة من المعركة بقصف مدفعي وصاروخي أرفقه بتقدم على أكثر من محور، فيما عملت فرق الهندسة على تنظيف المناطق المحررة من الألغام والعبوات التي تركها الإرهابيون والتي انفجرت إحداها بمجموعة عسكرية كانت تعمل على تفكيكها، ما أدى إلى استشهاد العريف عباس كمال جعفر وجرح 4 آخرين. آخر مستجدات المرحلة الثالثة من معركة فجر الجرود مباشرة من الجرود مع مراسلنا ربيع شنطف. ربيع، ما هي أهم الإنجازات لليوم وكيف تبدو أوضاع المناطق المحيطة بالاشتباكات؟ هنادي، دعيني أبدأ بالخبر العاجل الذي وردني منذ ثواني قليلة، فإن وحدات الجيش واصلت تقدمها بعد استعادة رأس الكاف، حيث استعادت مرتفعات رأس ضليل، الضمانة، القويشة، قراني، شعبات، القويشة. طبعا كان هنالك قصف مستمر من قبل الجيش اللبناني عبر يعني مدافعه وأيضا الطائرات، ومنذ بعض الوقت شاهدنا المروحيات تحلق في هذه الساعة هنا في رأس بعلبك والقاع وأيضا الجرود الأخرى التي لم يتم تحريرها حتى الآن. هنالك يعني نسبة مئويا أكثر من 70% تم إنجاز هذه العملية. البعض يتحدث عن قرب انتهاء هذه العمليات وإعلان النصر. اليوم عند 5 بعد العصر يمكننا معرفة التفاصيل أكثر من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في اليارزي، علما أن هذا المؤتمر لم يعقد بالأمس. بالأمس لم يكن هنالك تقدم كثيف للجيش اللبناني لأنه كان يركز على مسألة يعني إزالة الألغام وفتح الطرقات أمام الضباط والجنود لكي يتقدموا أكثر فأكثر. أما اليوم وبعد أن تمت هذه العملية بالأمس فقد تقدم الضباط والجنود بشكل كثيف وتمكنوا من السيطرة على مواقع استراتيجية، مثلا ما يعرف ب منطقة الكاف. هذه تضم 6 تلال بحسب المعطيات موجودة، هي منطقة مهمة جدا كانت تسيطر عليها داعش. هنالك حالات فرار كثيفة يعني سجلت اليوم من قبل مسلحي داعش باتجاه الأراضي السورية، بعضها والبعض الآخر باتجاه المواقع التي لا تزال تحت قبضتهم، في حين أن هنالك تأكيد بأن هذه العملية ستشرف على نهايتها
بانتصار كاسح للجيش اللبناني. طبعا للأسف كان هنالك يعني خبر استشهاد أحد العسكريين العريف عباس كمال جعفر والذي نعته قيادة الجيش، بالإضافة إلى سقوط 4 جرحى من العسكريين نقلوا عبر طوافة إلى بيروت. وطبعا هذا الشهيد يضاف إلى الشهداء 3 للجيش اللبناني ليصبح عدد شهداء الجيش 4 شهداء خلال كل هذه العمليات. طبعا هو قد يعني ارتقى شهيدا بعد أن كان يحاول إزالة اللغم، ولكن للأسف انفجر هذا اللغم به في جرود عرسال وليس في رأس بعلبك أو في القاع، في حين أن هذه العمليات مستمرة وهنالك تقدم ملحوظ جدا للجيش اللبناني، وهي المرحلة 3 والبعض يسميها بالمرحلة الأخيرة كي يسيطر الجيش على كل هذه المناطق، علما بأنه يستخدم الطوافات أيضا، وأيضا يعني فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتابع عمله شيئا فشيئا على الأرض التي يستعيدها الجيش فيمسحها بشكل كامل تمهيدا لإزالة كل الألغام الموجودة يعني والتي خلفها تنظيم داعش الإرهابي. طبعا بالإضافة إلى ذلك هنالك يعني كما أشرت تقدم وفتح لبعض المعابر واستلامها من قبل الجيش اللبناني. على كل مجريات هذا اليوم نشاهده سويا في هذا التقرير. باشرت وحدات الجيش اللبناني تنفيذ المرحلة 3 من عملية فجر الجرود، ودارت اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش المتقدمة وتنظيم داعش الإرهابي، سيطر بنتيجتها الجيش على المواقع الأساسية لداعش في وادي الكيف في وقت شقت الدبابات طريقها باتجاه الوادي لتعزيز المواقع. كما استعادت وحدات الجيش تلت رأس الكف الاستراتيجية وعملت على تفتيشها، كما عملت وحدات الهندسة في الجيش على تفجير المفخخات والنسفيات التي خلفها عناصر داعش الإرهابي. قيادة الجيش نعت العريف الشهيد عباس كامل جعفر الذي استشهد في محلة وادي الخشن جرود عرسال أثناء مشاركته في تفكيك نسفية مفخخة، وهو من مواليد 1983 في صور، وحائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته 3 مرات وتهنئة وزير الداخلية مرة واحدة. هذا ووجه عناصر من الجيش اللبناني تحية من قلب المعركة إلى روح الشهيد البطل العقيد نور الدين الجمل. وفي خطوة تضامنية معبرة زار العسكريون المتقاعدون في عرسال مواقع الجيش في جرود عرسال وقدموا لهم المياه. أثنى البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي على عمل الأجهزة الأمنية كافة متمنيا لها التوفيق في حماية البلاد وتثبيت الاستقرار. وخلال استقباله وفدا من ضباط أمن الدولة أكد مواصلة الصلاة من أجل الجيش وسائر القوى الأمنية للوصول إلى الانتصار على الإرهاب والتطرف. أكد العميد المتقاعد شامل روكوز في حديث لإذاعة الشرق إن معركة فجر الجرود حسمت منذ اليوم الأول لصالح الجيش. أضاف إن إمكانيات الجيش وإيمانه بوطنه والتفاف الشعب حوله يساهمون في صنع النصر. فجر الجرود هو فجر لبنان الجديد، يعني المعارك إنه الطريقة اللي عم تنشغل فيها تعطي الفكرة الواضحة عن قدرات الجيش اللبناني وطاقات الجيش اللبناني وخبرة الجيش اللبناني بموضوع القتال على كل المستويات، اللي كان بالمناطق المدن اللي كان مناطق الجرود، وتميز أكثر هلا بمناطق الجرود. هي من أول يوم بشكل عام انحسمت المعركة، بس الجيش هلا عم بتابع مطاردة وتنظيف في كل مناطق الجرود. بعد باليومين يعني بين يوم بكره بيكون منتهي من العملية فوق، وأكيد نهاية الوضع العسكري للإرهاب بلبنان كله سوا. يمكن أسرع جيش خلص أمور الإرهاب بالمنطقة كله سوا هو صحيح. الجيش اللبناني هذا نتيجة خبرته وإدراته وحتى تسليحه الجديد وتضامن الشعب حوله، هذه أعطى ميزة مختلفة عن كل جيوش المنطقة. نوه أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بجهود القوات المسلحة اللبنانية في محاربة الإرهاب وحماية أمن الأراضي اللبنانية وسلامتها. وأكد أعضاء المجموعة دعمهم القوي وبالإجماع للجيش اللبناني بصفته المدافع عن لبنان، ودعوا إلى استمرار الدعم الدولي من أجل تقوية قدرات الجيش اللبناني أكثر.
ومن الجرود والبطولات التي يسطرها عناصر الجيش في مواجهة الإرهاب إلى مجلس النواب والمواقف التي أشادت بتضحياته، مشددة على الوقوف صفا واحدا خلف المؤسسة العسكرية. الرئيس سعد الحريري كان أول المتكلمين، فقد عرض لإنجازات حكومته وأكد أن الإنجاز الذي يكتبه الجيش بدماء أبطاله هو أغلى الإنجازات، وقال إن الحكومة تراهن على استمرار الاستقرار السياسي والتمكن من مكافحة الفساد في الإدارات العامة، مشددا على أنه سيتم العمل على إجراء الانتخابات النيابية وفقا للقانون الجديد. تفاصيل ما جاء في كلمة الرئيس الحريري وكلمة النواب يطلعنا عليها مراسلنا في ساحة النجمة شرب العبود. شربل، ما خلاصة الجلسة الأولى من مناقشة الحكومة؟ يعني هنادي، يمكن القول بأن البطولات التي يحققها الجيش اللبناني في المعركة في جرود القاع ورأس بعلبك حضرت بقوة في هذه الجلسة، وسط تنويه جميع المتحدثين في الجلسة الأولى والتي رفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ قليل على أن تستأنف عند الساعة 6. لا نعلم، يعني حسب المعلومات قد يكون رد الحكومة على أسئلة النواب في الجلسة المسائية، هذا رهن عدد النواب الذين قد يكونوا دونوا أسماءهم لطلب الكلام في الجلسة المسائية. الرئيس الحريري كما ذكرت عدد لإنجازات الحكومة، أبرز ما حققته حتى الآن من السياسة إلى الاقتصاد إلى الأمن وغيرها من الأمور، وقال بأن أبرز إنجاز لهذه الحكومة هو البطولات التي يسطرها الجيش اللبناني. نستمع وإياكم إلى بعض ما جاء في كلمة الرئيس سعد الحريري. سجل هذه الحكومة حافل بالأعمال والإنجازات والصعوبات التي أكدتها وقائع الأشهر الثمانية الماضية، غير أن الإنجاز الذي يكتبه الجيش اللبناني بدماء أبطاله هو أغلى الإنجازات علينا جميعا. بل هو العنوان العريض لقرار الدولة اللبنانية وهذه الحكومة بالتصدي للتنظيمات الإرهابية وطرد الفلول التابعة لها من لبنان. إنني إذ أتوجه بالتحية إلى الجيش اللبناني قيادة وضباطا وجنودا، أنحني أمام استشهاد الأبطال الذين سقطوا في المعارك وأمام تضحيات أهالي العسكريين المخطوفين الذين ننتظر معهم بفارغ الصبر الكشف عن مصيرهم واستعادتهم لأحضان الوطن. إذا كان الاستقرار الأمني هو نتيجة للاستقرار السياسي، فإن هذه الحكومة عملت بجهد كبير على الخطين، وتعاون الأجهزة الأمنية كان حاسما في هذا الشأن، وما كشف عنه وزير الداخلية أمس عن دور مميز لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإحباط مخطط إرهابي استهدف طائرة مدنية عربية في أستراليا هو نقطة بيضاء تضاف إلى سجل الأجهزة المسؤولة عن حماية لبنان. إذن هذا ما جاء في الكلمة الافتتاحية التي تحدث فيها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعدها توالى حديث النواب. يمكن القول بأن الجزء الأول من هذه الجلسة مر بهدوء، مطالب إنمائية تحدث عنها بشكل أساسي النواب، موجهين بعض الأسئلة حول ملفات أساسية كالكهرباء والمياه للحكومة. نستمع وإياكم إلى هذا التقرير حول الجلسة الأولى من مناقشة الحكومة. من معارك فجر الجرود إلى أزمات الكهرباء والمياه فسلسلة الرتب والرواتب والموازنة، مواضيع حضرت في جلسة المناقشة العامة التي انعقدت في مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء. تتداول بصالوناتنا على أساس أنه في محاصصة، وعلى أساس في تقاسم مغانم، وعلى أساس كل مناقصة مشبوهة وكل تجرى فيها شيء مصالح حزبية أو خاصة أو ضيقة. الثقة معدومة ولم
تستحقها الحكومة بعد. من غير الإنصاف ألا نتحدث عن الإيجابيات، ومن غير الإنصاف ألا نرى فقط إلا السلبية. لذلك نحن من موقعنا أيضا داخل هذه الحكومة نقدم الملاحظات من أجل تصويب الأداء. أقر مجلس النيابي قانونين في الفترة الأخيرة، قانون انتخابات النيابية وقانون سلسلة الرتب والرواتب. قانون الانتخابات النيابية لا نزال نقرأ هذا القانون ونرى بعض الشوائب في عملية احتساب الأصوات للأشخاص الفائزة واحتساب الأصوات بشكل عام. نرجو توضيح ذلك من الحكومة. قطع الكهرباء من مايل، قلة المياه من مايل ستسبب، أنا مش عم بحكي هذا حكي تهويلا، ستسبب ثورة اجتماعية في المنطقة. فرجاء يا دولة الرئيس الحكومي، يا دولة رئيس مجلس النواب، رجاء لنأخذ قرارا ولو لمرة واحدة بإيصال حق الناس إلن. لقد حذرت في السابق من انزلاق وزارة العدل نحو المحسوبية السياسية الضيقة، وهذا ما حصل فعلا بنقل رئيس مجلس الشورى، وهو أمر غير مألوف ولا مبرر له، علما أن المادة 4 من نظام مجلس شورى الدولة يمنع نقل القضاة الإداريين دون موافقتهم، فكيف برئيس مجلس شورى الدولة؟ دائما كنت تساندنا بموضوع فرز أراضي الأع، فرز أراضي يونين، فرز أراضي الهرمل، وبذلك نكون قد أنجزنا مسألة كبيرة في ظل هذه الحكومة، ونتمنى على رئيس الحكومة أنه يقوم بهذه المهمة بشكل كامل. جلسة الرتب والرواتب، إيه ما في شيء أبدا هيك بينزل من الإفة وبكون كامل متكامل بظرفنا نحن، بس إنه إذا بدنا نضل نلقط هالسلسلة وهالموازنة وهالقانون الانتخاب وإلى آخره اللي ما أنجز شيء منهم من أكثر من 20 سنة، اليوم أنجزوا. نحن لدينا مطلب، مثلما تقدم الأرواح من أجل تحرير الوطن يجب أن نقدم لهم ما يحتاجون إليه بأقل ما يمكن. فليس من حجة أن نقول هذه الشركة لديها مشاكل وتلك الشركة لديها مشاكل، لا، ليس هذا المطلوب. المطلوب تأمين الكهرباء. هذه الحكومة قدمتنا مشروع ضرائب، خونتنا، انتو شعبويين، انتو دني، انتو عيدة، بالآخر صوتوا عليها للضرائب. اضطر رئيس الجمهورية يدعي كل النواب تيشوف كيف بده يعالج هالخطيئة اللي ارتكبت. مداخلة النواب ستستمر تمهيدا لرد الحكومة على المواضيع التي أثيرت والأسئلة التي طرحت خلال الجلسة. رئيس الجمهورية ميشيل عون يؤكد أمام زواره في القصر الجمهوري في بابدا أن الساعات القليلة المقبلة ستحمل النصر المنتظر على الإرهاب. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن لبنان والعراق يواجهان معا عدوا مشتركا هو الإرهاب، وأنهما سينتصران عليه حتما، لأن إرادة الشعبين اللبناني والعراقي واحدة في نبذ التطرف وفي الالتفاف حول قواهما المسلحة. وأبلغ الرئيس عون نائب الرئيس العراقي إياد علاوي الذي استقبله في قصر بعبدة أن لبنان حريص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ويتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري على رغم الصعوبات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير البرية نتيجة الأحداث في سوريا. وشدد الرئيس عون على ضرورة المحافظة على وحدة العراق، معتبرا أن الحل السياسي للأزمة السورية كفيل بوضع حد لمعاناة النازحين السوريين المنتشرين في عدد من الدول ومن بينها لبنان. بدوره هنأ الرئيس علاوي رئيس الجمهورية على الإنجازات التي حققها الجيش اللبناني في حربه ضد الإرهاب، مؤكدا وقوف الشعب العراقي إلى جانب الشعب اللبناني وقيادته الحكيمة. أيدنا الانتصارات ودعمناها التي يحققها الجيش اللبناني الباسل ضد قوى الظلام والإرهاب، وكما تكلمنا في مجمل قضايا ثنائية بين العراق ولبنان تتعلق في مسألة الديون التي للبنان على العراق ومعالجة هذا الأمر ومعالجة هذا الملف بشكل سريع. حدثنا عن جانبين في هذا الأمر، الجانب الأول هو ما يتعلق بمسألة ديون لبنان على العراق ومعالجة هذا الأمر، وسأستلم اليوم من الأخوة في لبنان
الملف الكامل حتى أتابعه في بغداد مع المسؤولين العراقيين الآخرين، واتفقنا كذلك على وضع الأسس لإعادة المرور، حركة المرور والنقل عبر معبر التنف الحدود السورية العراقية، لكي يكون لبنان إمكانية للتواصل التجاري والاقتصادي مع العراق. العلاقات اللبنانية الفرنسية كانت محور بحث بين الرئيس عون وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور جان ماري بوكال، الذي نقل إلى رئيس الجمهورية التهاني بالانتصارات التي حققها الجيش اللبناني في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب اللبناني في مختلف الظروف التي مر بها. وعرض الرئيس عون لموقف لبنان من التطورات الإقليمية والحرب في سوريا والانعكاسات السلبية لتدفق النازحين السوريين إلى لبنان والتحرك الذي ينوي القيام به خلال ترأسه وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تلتئم في نيويورك ابتداء من منتصف شهر أيلول المقبل. إلى ذلك تلقى الرئيس عون دعوة لحضور مهرجان تكريم الشاعر الكبير سعيد عقل تحت شعار مجدك كتب لبنان، الذي يقام مساء الجمعة في 8 أيلول المقبل في البارك البلدي في زحلة. وتتابعون في النشرة بعد الفاصل. ترامب يرفض انسحاب من أفغانستان وطالبان تتوعد. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الأخبار. أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال زيارته المفاجئة إلى العراق، أكد أن أيام تنظيم داعش الإرهابي باتت معدودة. وجاءت الزيارة في اليوم الثالث من الهجوم الذي تشنه القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي على تل عفر، آخر أكبر معاقل داعش في محافظة نينوى شمال البلاد. التطورات في العراق ومرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وغيرها من الملفات محور زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس المفاجئة إلى بغداد. ماتيس أشار إلى أن أيام تنظيم داعش الإرهابي باتت معدودة بعدما باتوا متوقين من ناحيتي نهر الفرات الذي يقسم العراق وسوريا، لافتا إلى أن الأمر لم ينتهي بعد ولن ينتهي قريبا. وسيلتقي ماتيس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونظيره العراقي ومسؤولين آخرين على أن يجتمع برئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني في أربيل. وأوضح ماتيس أن المحادثات ستركز حيال المسار المستقبلي، بما في ذلك كيفية الحفاظ على العراق ضد انقسام سياسي جديد أو الانغماس أكثر بالتأثير الإيراني بعد سنوات من الاتحاد في محاربة داعش. وبعد الانتهاء من تل عفر ستركز القوات العراقية على طرد داعش من منطقة يطلق عليها وادي الفرات الأوسط، تمتد شمال وغرب مدينة القائم العراقية حتى شرق سوريا. وتتزامن الزيارة مع استمرار عمليات تحرير تل عفر، حيث بدأت القوات العراقية المشتركة اقتحام مركز قضاء تل عفر من المحور الجنوبي والجنوبي الشرقي، فيما وصلت المزيد من القوات البرية العراقية إلى محيط تل عفر تمهيدا لاقتحامها وسط انهيار كبير لعناصر داعش. هذا وتشهد المدينة حركة نزوح كثيفة بحسب الأمم المتحدة، فإن آلاف المدنيين يفرون وسط أوضاع إنسانية صعبة تعيشها تل عفر المحرومة من الطعام والماء. وإلى سوريا، حيث استهدفت قوات النظام بلدة عين ترمة بأكثر من 30 صاروخ أرض أرض في وقت انتهت بدون التوصل إلى اتفاق اجتماعات الرياض بين الهيئة العليا للمفاوضات ومجموعتي القاهرة وموسكو للبحث في الحل السياسي. تتواصل الخروقات لهدنة غوطة دمشق الشرقية من قبل قوات النظام الذي استهدف بلدة عين ترمة بثلاثين صاروخ أرض أرض. وفي مدينة الرقة معقل تنظيم داعش الأبرز في سوريا، قتل عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء في قصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، الذي اعترف بأنه نفذ 250 غارة على الرقة ومحيطها خلال أسبوع. سياسيا انتهت بدون التوصل إلى اتفاق
اتفاق اجتماعات الرياض بين الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية وبين مجموعتي القاهرة وموسكو للبحث في الحل السياسي، وبالتحديد مسألة مصير رئيس النظام بشار الأسد، تمهيدا لتشكيل وفد موحد للمعارضة في مفاوضات جنيف. وقد ترددت معلومات تفيد بأن مجموعة موسكو تريد الإبقاء على دستور النظام السوري الحالي. تزامنا أرجئت إلى منتصف أيلول المقبل الجولة المقبلة من المحادثات بين موسكو وتركيا وإيران بشأن التوصل لتسوية لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا التي كانت مقررة في أواخر شهر آب في العاصمة الكازاخستانية أستانا. وقال وزير الخارجية الكازاخستاني أنه سيتم خلال اجتماع الدول الضامنة الاتفاق على جدول الأعمال ومواعيد اجتماع أستانا المقبل. وعلى صعيد آخر، ذكر تقرير سري للأمم المتحدة بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية أنه تم اعتراض شحنتين كوريتين شماليتين إلى وكالة تابعة لحكومة النظام السوري مسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيماوية السورية خلال الأشهر الستة الماضية. وتحقق لجنة من الخبراء بشأن تعاون محظور في مجال الأسلحة الكيماوية والصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية بين حكومة الأسد ونظام بيونغيانغ. قال وزير الخارجية اليمنية عبد الملك المخلافي إن إيران المتهمة بدعم المتمردين الحوثيين في اليمن لا يمكن أن تساهم في حل الأزمة اليمنية. المخلافي كان يتحدث بعد غداء نظمته البعثتان اليمنية والسعودية في الأمم المتحدة، حيث قال على هامشه السفير السعودي عبد الله المعلمي إن إيران ليس لها دور لتلعبه في المنطقة. هددت إيران بإعادة تخصيب اليورانيوم إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع الدول العظمى في العام 2015. وقالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن بلاد ستحتاج إلى 5 أيام فقط لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% الذي يمكن معه تصنيع أسلحة نووية. توعدت حركة طالبان بأن تجعل من أفغانستان مقبرة للأمريكيين ردا على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض في أي انسحاب لبلاده من أفغانستان. استراتيجية أمريكية جديدة في أفغانستان أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في خطاب ألقاه بالقرب من واشنطن واستمر نحو 20 دقيقة. ترامب قال أنه يعتزم إرسال المزيد من الجنود الأمريكيين إلى أفغانستان لأن الانسحاب منها سيؤدي إلى فراغ يستفيد منه الإرهابيون. الرئيس الأمريكي الذي حذر باكستان من عواقب إيواء الإرهابيين والمجرمين أوضح للحكومة الأفغانية أن دعم واشنطن لن يكون شيكا على بياض وليس بلا حدود، لأن الأمريكيين يريدون رؤية إصلاحات حقيقية. خطاب ترامب لم يعجب حركة طالبان التي سارعت إلى الرد عليه، فتوعدت بجعل أفغانستان مقبرة للأمريكيين إذا لم تسحب الولايات المتحدة جنودها من البلاد، غير أن الرئيس الأفغاني أشرف غني رحب بقرار الإبقاء على القوات الأمريكية في بلاده وإرسال تعزيزات إضافية إليها، معربا عن امتنانه للدعم الذي يقدمه ترامب والشعب الأمريكي من أجل إنقاذ المنطقة من شر الإرهاب. من جانبه، أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان والمنطقة، معلنا أن الهدف هو ضمان ألا تعود أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين. أما الصين فدافعت عن حليفتها باكستان التي اتهمها ترامب بإيواء الإرهابيين، فقالت بكين أن إسلام أباد كانت على الخطوط الأممية في الصراع ضد الإرهاب وقدمت تضحيات ومساهمات كبيرة في هذه الحرب. مثل أفراد خلية برشلونة المعتقلون أمام محكمة في مدريد بعد يوم على مقتل يونس أبو يعقوب سائق الفان الذي دهس المارة وقتل 13 منهم الأسبوع الفائت. الموقوفون الأربعة وهم الوحيدون الذين لا يزالون على قيد الحياة من أفراد الخلية الاثني عشر نقلوا من برشلونة إلى مدريد حيث مثلوا أمام المحكمة العليا وسط إجراءات أمنية مشددة. شهدت الولايات المتحدة كسوفا كاملا للشمس من ساحلها الغربي إلى الشرقي، وهو الأول من نوعه منذ نحو 100 عام.
ملايين الأمريكيين كانوا على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة لم تشهدها البلاد منذ العام 1918. إنه الكسوف الكلي الذي حجب خلاله القمر الشمس لدقيقتين وأربعين ثانية، فحل ظلام شبه تام في مشهد جميل تابعه عشاق هذه الظاهرة الفلكية في الساحات العامة والشواطئ وملاعب كرة القدم، مستخدمين النظارات الواقية وأجهزة التلسكوب والكاميرات الخاصة. بدوره استمتع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشهد الكسوف الكلي من على شرفة البيت الأبيض برفقة زوجته ميلانيا وابنه بارون وعدد من مساعديه ومستشاريه وأفراد عائلته. الكسوف الكلي عبر من ساحل الولايات المتحدة على المحيط الهادئ إلى ساحلها على المحيط الأطلسي، حيث شوهد بداية في ولاية أوريغون على الساحل الغربي وتنقل بين 13 ولاية بمساحة كيلومترين مربعين قبل أن ينهي جولته في كارولينا الجنوبية شرقا. هذا الكسوف حظي بأكبر نسبة مشاهدة وكان الأكثر تصويرا وتوثيقا في تاريخ الإنسانية، علما أنه الأول من نوعه الذي يشاهد في الولايات المتحدة حصرا منذ استقلال البلاد. ولكن هذه الظاهرة الفلكية النادرة لم تمر على خير، فبينما كان حشد من الأشخاص يتابعون الكسوف الكلي للشمس في ولاية كنتاكي، فقدت امرأة السيطرة على سيارتها فدهست عددا منهم، ما أسفر عن مقتل سيدة وجرح شخصين. وتتابعون بعد الفاصل. من صخور وأخشاب إلى تماثيل ولوحات. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. الجيش يحرر رأس الكف ويخسر شهيدا جديدا. الحريري، الإنجاز الذي يكتبه الجيش بدماء أبطاله هو أغلى الإنجازات. والقوات العراقية المشتركة تقتحم مركز قضاء تل عفر. في مخيم عين الحلوي خروقات جديدة لوقف إطلاق النار مع تجدد الاشتباكات، والحصيلة غير النهائية، 4 قتلى وأكثر من 30 جريحا. لليوم السادس على التوالي تواصلت وإن بشكل متقطع الاشتباكات بين القوة الفلسطينية المشتركة وحركة فتح وبين جماعتي بدر والعرقوب بعد سقوط وقف إطلاق النار للمرة الرابعة على التوالي. الاشتباكات تركزت على محاور حي الطير جبل الحليب، وطالت بعض القذائف ورصاص القنص أحياء مجاورة، فيما أحرزت حركة فتح تقدما باتجاه حي الطير الذي توغل فيه مقاتلوها لبضعة أمتار. الاشتباكات ومنذ اندلاعها أدت وفق حصيلة غير نهائية إلى سقوط 4 قتلى وأكثر من 30 جريحا، بينهم مواطن لبناني أصيب برصاصة طائشة أثناء تواجده ليلا في منزله في حي البعصيري في صيدا. سياسيا، أكدت القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان إثر اجتماعها في سفارة فلسطين في بيروت دعمها لكافة القرارات التي اتخذتها قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في منطقة صيدا لجهة وقف إطلاق النار الشامل والكامل ونشر عناصر القوات المشتركة في الأحياء التي شهدت توترات أمنية واشتباكا مسلحا. في البقاع الأوسط تم نقل 15 سوريا جراء حادث تسمم غذائي بسبب تناولهم طعاما منزليا من بلدة علي النهري، وقد نقلوا إلى مستشفى تمنين العام بإشراف طبابتي القضاء في زحل وبعلبك، وعملا بتوجيهات وزارة الصحة التي أوزعت باتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لمتابعة حالة المرضى ومعرفة الأسباب التي أدت إلى التسمم، لافتا إلى أن حالتهم مستقرة وغير حرجة بعد العلاجات السريعة التي اتخذتها الوزارة. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن معاناة مزارعي التفاح في لبنان مستمرة ولا تنتهي حتى بعد إيجاد الحلول لها، وشدد في سلسلة تغريدات عبر تويتر على أن المطلوب من وزارة المالية تحويل الدفعة الثانية المستحقة عن السنة الماضية بشكل عاجل واستثنائي، كما المطلوب من وزارة الزراعة إعلان حالة طوارئ جدية لإيجاد الحلول لتصريف موسم التفاح الحالي. في عكار، وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني في حربه ضد الإرهاب.
نوه رئيس تيار القرار اللبناني الوزير السابق طلال المرعبي بما يقوم به الجيش اللبناني من بطولات وتضحيات من أجل دحر الإرهابيين. وخلال لقاء حاشد أقيم على شرفه في بلدة عكار العتيقة، قال المرعبي إن عكار ستبقى بيئة حاضنة للجيش. نحن نعرف أن الجيش والقوى الأمنية سهران على حرية واستقلال لبنان، وبالتالي كلنا سوا هلأ بدنا نقدم لهم الدعم حتى يستمروا بهالمعركة وينجحوا بإذن الله ويحققوا الأهداف المطلوبة. نحن بهمنا أنه هالحركات الإرهابية تتوقف، لأنه بالفعل أنهكت القوة الأمة العربية وأنهكت الإسلام وأنهكت المسلمين، وهلا ولا نزال والمعارك أي معركة ضد لبنان وضد استقلال لبنان الجيش عم يقول فيها وعكار عم يكون له حصة كبيرة. وتضامنا مع الجيش اللبناني في حربه ضد الإرهاب، احتشد أهالي منطقة وادي خالد الحدودية عند محلة المصلبي حاملين الأعلام اللبنانية بحضور رئيس اتحاد بلديات المنطقة فادي الأسعد ورؤساء البلديات ووجاء العشائر والمخاتير. تحية للبنان، تحية لعكار الأبية التي لم تبخل يوما بتقديم دماء أبنائها فداء للوطن. وفي كل ساحة من ساحات الوغى نرى أول الشهداء الذين نزفهم هم من عكار. ونحن كلنا الجيش وأهل الجيش وأبناء الجيش وحاضرة الجيش. كما طالب الشيخ قائد الجيش بفتح باب الانتساب للمؤسسة العسكرية كي ينخرط الشباب فيها من أجل الدفاع عن الوطن. نحات خمسيني يحول الصخور والخشب إلى لوحات وتماثيل ويأمل في توريث فنه إلى ابنه. استمد الفنان اللبناني عامر شاكر عشقه للرسم من اللوحات التي كانت أمه ترسمها، وتطور هذا الحب لديه حتى أصبح في النهاية نحاتا يستخدم الحجر والصخور والخشب في صنع أعماله الفنية. كنت أرسم وأنحات العود الصغير اللي أعمله مثل ما بيقولوا مشرف للسيجارة، مشرف للسيجارة، بايب غليون بيقولوا، عصي شغلات هيك صغيرة، شغلات صغيرة اشتغلها كلها بالسكين، سكين الشفر هاي الشفرة اللي بتقص فيها الورق. يعشق شاكر الفن إلى درجة أنه يريد أن يقتني كل بيت في لبنان قطعة فنية، حتى لو اعتبر هذا نوعا من الترف ولا ضرورة له بالنسبة للبعض. طورت هذا الموضوع لصرت أني أرسم وأنحات المجسمات. كل مرة كنت كبر أعمالي، بلشت من طفولتي، بلشت بس صغير بلشت كبر أحجام الأعمال إلى أن صرت أعمل مجسمات كبيرة خشبية. ويأمل شاكر في توريث مهاراته في النحت وشغفه بالفن لطفله كي يواصل عمل العائلة ويكون امتدادا لها في هذا المجال. وفي الاقتصاد بعد الفاصل، نسختا بيتكوين تتخليان عن مستواهما القياسي. أهلا بكم من جديد وإلى النشرة الاقتصادية مع باسل الخطيب. شكرا هنادي، أهلا بكم. 10 مصارف لبنانية في لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، تقرير والتفاصيل. وفق دراسة تحليلية صادرة عن اتحاد المصارف العربية، احتل لبنان المرتبة الثالثة ضمن اللائحة التي تضم أكبر 1000 مصرف في العالم، وذلك بعد دخول 10 مصارف ضمن هذه اللائحة، وهي بحسب الترتيب: بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، فرنسا بنك، بنك بيبلوس، بنك سوسيتي جنرال في لبنان، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، الاعتماد اللبناني، وبنك بيروت والبلاد العربية. وبلغ مجموع الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي في هذه المصارف العشرة حوالي 15 مليار و 600 مليون دولار، كما تدير موجودات تقدر بحوالي 197 مليار و 600 مليون دولار. وتظهر البيانات المالية المتوفرة للمصارف العربية لنهاية العام 2016 دخول 87 مصرفا عربيا اللائحة المذكورة مقابل 85 مصرفا عام 2015، وقد بلغ مجموع رأس المال الأساسي للمصارف العربية 87 نحو 298 مليار 800 مليون دولار،
فيما بلغت موجوداتها حوالي 2.6 تريليون دولار. وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة، حيث تم إدراج 21 مصرفا إماراتيا فيها، تليها السعودية 12 مصرف، فالبحرين وقطر ولبنان 10 مصارف، فالكويت 7 مصارف. وتصدرت المصارف السعودية بالنسبة لمجموع رأس المال الأساسي والذي بلغ نحو 90 مليار و100 مليون دولار، تليها المصارف الإماراتية 78 مليار و600 مليون دولار، فالقطرية 39 مليار و800 مليون دولار. تجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي أعدها اتحاد المصارف العربية تستند إلى البيانات الصادرة عن مجلة The Banker خلال شهر تموز 2017 والمتضمنة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي بنهاية العام 2016. انخفضت أسعار الذهب متأثرة بصعود الدولار، بينما يركز المستثمرون على التوترات بشأن كوريا الشمالية مع ترقب اجتماع سنوي للبنوك المركزية في الولايات المتحدة الأسبوع الحالي. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1285 دولار للأونصة بعد أن أنهى الجلسة السابقة على ارتفاع 0.5%. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الأجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.6% إلى 1289 دولار للأونصة. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.2% إلى 93.293. ويترقب المستثمرون المؤتمر السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول في وايمينغ في الأسبوع الحالي لاستخلاص مؤشرات بشأن السياسة النقدية في المستقبل، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ورئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في أمريكا أي البنك المركزي جانيت يالن خلال المؤتمر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم بعدما لمس أغلى مستوى في أكثر من 16 عام عند 940 دولار للأونصة. تراجع اليورو مقابل الدولار الذي صعد على نطاق واسع في ظل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبعث رسالة حذرة بخصوص السياسة النقدية خلال مؤتمر للبنوك المركزية كما ذكرنا. وستكون كلمة ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر البنوك المركزية من أهم أحداث المؤتمر، بينما تتجه الأنظار أيضا إلى تصريحات يالن في نفس اليوم. وقال مصدران مطلعان لرويترز إن دراغي سيحجم عن تقديم رسالة جديدة بخصوص السياسة النقدية، مما يقلل التوقعات بشأن بدء المركز الأوروبي تحديد مسار تقليص برنامجه للتحفيز النقدي. وفقد اليورو بعض قوته منذ وصوله لأعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب دولار 19.10 في مطلع أغسطس آب، حيث أخذ المستثمرون في الاعتبار النبرة الحذرة التي تحدث بها صناع السياسات في المركز الأوروبي في محضر اجتماعهم في يوليو تموز. وقال محللون إن ماريو دراغي ربما يتوخى الحذر من الإدلاء بأي تصريحات تدفع اليورو لتجاوز مستوى دولار 20، وهو المستوى الذي يعتبره صناع السياسات بمنطقة اليورو مستوى حساسا. تراجعت العملة الرقمية بيتكوين والإصدار الجديد منها بيتكوين كاش خلال تعاملات الاثنين متخليتان عن مستوياتهما القياسية المسجلة مؤخرا. وبلغت بيتكوين $4,059 خلال تعاملات الاثنين بانخفاض نسبته 10% عن أغلى مستوياتها الذي بلغته الأسبوع الماضي عند $4,500 أمريكي وفقا لموقع كوين ديسك، فيما انخفضت بيتكوين كاش 14% إلى $648 بعدما بلغت مستوى قياسي السبت أعلى عند $900 قبل أن تتراجع على مدار الجلستين الماضيتين. وخلال تعاملات بداية الأسبوع حلت بيتكوين كاش في المرتبة الثالثة بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بنحو 10 مليار و700 مليون دولار خلف كل من بيتكوين و إثريوم. من ناحية أخرى ارتفعت العملة المنافسة بنسبة 8% إلى $324 لتصل مكاسبها منذ بداية آب إلى 64%. هذا كل شيء في الاقتصاد، إلى اللقاء. وإلى الرياضة بعد الفاصل. وفيها باب التباني وجبل محسن يتوجهان رياضيا برعاية الجيش اللبناني.
أهلا بكم من جديد وإلى النشرة الرياضية مع عباس حسن. شكرا هنادي، مساء الخير. جمعية مارش كانت عم تنظم دورة ميني فوتبول في الشمال بمشاركة 12 فريق مختلط من جبل محسن وباب التباني وبرعاية ومشاركة الجيش اللبناني، بهدف تحويل المعركة من معركة بين متخاصمين إلى معركة إيجابية رياضية. نظمت جمعية مارش بطولة اسمتها دورة باب الذهب لكرة القدم، وهالشي خلال 20 يوم كانت خلالها عم يتنافس أكثر من 12 فريق مختلط، في من باب التباني ومن جبل محسن ومن الجيش اللبناني، مع الإشارة إلى أن جمعية مارش هدف حل النزاعات عند الشباب في المناطق التي تواجه إهمال من الدولة من خلال أعمال فنية ثقافية ورياضية. هيدا العنوان يلي اجتمعنا فيه نحن وانتو وأكيد الجيش اللبناني البطل. اليوم المعركة حامية، بس المعركة مثل ما نحن منحبها، المعركة الإيجابية، المعركة اللي فيها منافسة إيجابية. فاليوم كلنا ربحانين أكيد، نحن أنتو والجيش اللبناني. بدي أول شيء وجه شكر لكل فريق عمل مارتش يلي ساعد بتحضير هيدا البطولة، وأكيد ما بدي أنسى أبداً اللي وقت 12 والعميد يعقوب معوض يلي قدمنا كمان عناصر من اللي وقت 12 تيلعبوا معنا، من رغم عن كل التحديات اللي عم بتواجهوها اليوم انتو بالبلد. فمنشكركم عن جد لأنكم دعمتونا ولأنكم شجعتونا ولأنكم انتو حدنا، مش بس تتحمونا بس كمان بأوقات البسط، فشكرا. الصراحة انبسطنا كتير لأنه هالمشروع قدم لنا رياضة واجتمعنا مع أهل التباني ولعبنا سوا، وهذا الشيء ما كنا كلنا منتوقعه. يعني أهل التباني كانوا بنسبة عدو لنا، هلا صرنا رفقة عم نلعب فوتبول مع بعض، ربحنا الجواز مع بعض وكل شيء مع بعض. كثر الخير جمعية باب الذهب اللي عملت هالنشاطات كلها. أنا بشكر جمعية مارش يلي جمعتنا ببعض، جمعة باب التباني وجبل محسن، ونحن كتير منتشكر جمعية مارش وليا بيرودي. احنا منتشكر ستليا بيرود مع انه خسرنا وما وصلنا على النهائي، بس يكتر خيرها للستليا، ونتشكر الجيش اللبناني اللي وقف معنا بالوقفة حلوة بالمنطقة، والله يخلينا جمعية مارش والستليا، ونحن منتشكركم ونتشكر اللي وقف معنا. وعلى عكس المعارك السابقة امتزج الشباب من جبل محسن وباب التباني برعاية ومشاركة الجيش اللبناني اللي عم يقدم تضحيات في كل مكان في أرض الوطن ليشكلوا صورة عن لبنان الحقيقي، لبنان العيش المشترك، لبنان التحابب بين كل الطوائف. دورة باب الذهب بسنتها الأولى نجحت أنه تجمع المتخاصمين والمتقاتلين بين جبل محسن وباب التباني، وهي سترسخ هذا التجمع كل سنة ابتداء من هذه السنة وبرعاية كريمة من الجيش اللبناني. نتيجة لعدم انتقال أي لاعب إلى صفوف برشلونة وبعد مغادرة نيمار إلى البي اس جي، خرجت أخبار صحفية من قلب برشلونة تشير إلى أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يغادر إلى مانشستر سيتي. قالت تقارير صحفية أن اللاعب الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي يفكر جديا بالرحيل عن صفوف نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف بسبب الأزمات اللي بيعيشها النادي الكتالوني. وقالت صحيفة ذا سن البريطانية نقلا عن ديلي ريكورد أن مسؤولو نادي مانشستر سيتي اجتمعوا باللاعب ليونيل ميسي الأسبوع الماضي في أحد المطاعم ببرشلونة من أجل التوصل لاتفاق تاريخي. وكانت التقارير قد ظهرت نهار الأحد وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يفكر بضم ميسي على طريقة نيمار ودفع قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ 300 مليون يورو. وما أثار الجدل حول إمكانية رحيل اللاعب هو عدم توقيعه حتى هلأ على عقد جديد مع النادي الكتالوني، رغم أن السكرتير الفني لنادي برشلونة قد أعلن أن الاتفاق مغلق بين الطرفين ويتبقى فقط التوقيع. وأكدت الصحيفة أن سيتي في حال فشل في ضم ميسي الصيف الحالي فسيكون بإمكانه الحصول على أيقونة برشلونة الصيف المقبل مجانا، وذلك في حال لم يوفق على تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل. وختمت الصحيفة أن الفشل الذريع لإدارة برشلونة في الصيف الحالي حتى هلأ هو ما دفع ميسي بعدم التوقيع على العقد الجديد، خاصة بعد رحيل نيمار وعدم التعاقد مع أي بديل له حتى الآن. من المقرر أن يطعن فريق ريال مدريد بالبطاقة الصفراء الثانية اللي حصل عليها راموس في المباراة أمام ديبورتيفو لا كورونيا واللي انطرد خلالها.
يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني الطعن على البطاقة الصفراء الثانية التي تلقاها لاعب الفريق سيرجيو راموس في مباراة نهار الأحد أمام فريق ديبورتيفو لا كورونيا وطرد على أثره في الدقيقة 89. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرى أن لاعبه لم يكن يستحق الحصول على بطاقة صفراء ثانية وسيقدم طعن فيها من أجل أن يشارك راموس في المباراة المقبلة أمام فالنسيا في ثاني جولات الليغا. وكان راموس تعرض للبطاقة الصفراء الثانية بعد التحام في الهواء مع اللاعب بورخا فالي. وكتب الحكم في تقريره أن لاعب ريال مدريد رفع ذراعه بشكل متهور. وكان راموس أكد في تصريحات صحفية أن البطاقة الصفراء الثانية لم تكن مستحقة وأنه لا يرى أنه كان متهور في رفع ذراعه في الالتحام مع بورخا فالي. هذا كل شيء بالرياضة لهلأ، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي ختام النشرة نذكركم بالعناوين. الجيش يحرر نقاطا استراتيجية بينها رأس الكف ويخسر شهيدا خلال تفكيكه عبوة ناسفة. أن الإنجاز الذي يكتبه الجيش اللبناني بدماء أبطاله هو أغلى الإنجازات علينا جميعا. رفعوا جلسة مجلس النواب إلى 6 مساء والحريري عرض في الأولى لما أنجزته الحكومة ويتعهد بالمزيد. القوات العراقية المشتركة تقتحم مركز قضاء تل عفر ووزير الدفاع الأمريكي يؤكد من بغداد أن أيام داعش معدودة. وتابعنا في الاقتصاد 10 مصارف لبنانية في لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم. وفي الرياضة تابعنا ميسي قد ينتقل إلى مانشستر سيتي مجانا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. ما في أي تنسيق لا مع حزب الله ولا مع الجيش السوري.